التي غبطت بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وقرار المجمع المقدس، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الشماس أشعياء حداد كاهنا جديدا على مذابح الرب، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء في حنينة بمادبة. وفي كلمة روحية وجهها سيادة المطران خريستوفوروس عطلة للكاهن الجديد، أكد فيها أن محبة الله العظيمة هي التي تؤهلنا نحن غير المستحقين لخدمة الأسرار الإلهية وتتميمها بورع وأمانة وإخلاص. اليوم الكنيسة بتدعوك حتى تصبح كاهن للعلي، حتى تنال درجة الكهنوت الثانية وتصبح خادم للمذبح الإلهي تتمم أسرار الكنيسة. هاي الكنيسة اللي الرب والمخلص يسوع المسيح افتداها بدمه الكريم على الصليب. اليوم ببركة أبينا وبطرياركنا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وبقرار من المجمع المقدس، الكنيسة من خلال حقارتي بتدعوك حتى تخدم بطريركيتنا المقدسية المجيدة أم الكنائس. يا ابني الشماس أشعياء، خدمة الكنيسة هي رهيبة، لأنه أباء الكنيسة القديسين بتكلموا، الملائكة القديسين بتشتهي إنها ترى وتشوف ما يتمم الكاهن. لهذا السبب أباء الكنيسة في تكلمهم عن الكهنوت تكلموا قديش الكاهن لازم يكون قديس حتى يقدر إنه يقود الشعب للمسيح، لأنه هدفنا يا ابني هو وصولك للخلاص ووصول كل أبناء الرعية اللي اليوم الكنيسة رح تأتمنها عليك يوصلوا للملكوت السماوي. وفي الختام هنأ سيادته عائلة الكاهن الجديد متضرعاً إلى الرب الإله أن يمنحه النعمة والقوة للسير على خطى الآباء والأجداد القديسين. اشترك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وذوي الكاهن الجديد وجمع من المؤمنين وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمن السلامة العامة.